بنات مصر دايما متألقات ودايما مبدعات على مدار حلقات طويلة. قدمنا نماذج مميزة النهاردة، بنكمل وبنواصل تقديمنا لفريق البنات المبدعات. النهاردة معانا ليليان ميخائيل عازفة الجيتار. ليليان هي واحدة من بنات مصر اللي تميزوا بالعزف على الجيتار، تم اختيارها 3 سنين ورا بعض عشان تمثل مصر في اليوم العالمي للجيتار في أكتر من مناسبة دولية. ليليان ميخائيل هي ضيفتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. خلينا نرحب بيها ونعرف منها قصتها مع الجيتار، ووصلنا بالجيتار مع مصر فين بالظبط. أهلا بيك يا ليليان. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. قولي لنا بقى، القصة بدأت إزاي؟ مين شجعك في البداية؟ يعني البدايات كانت عاملة إزاي في الجيتار؟ هو أنا يعني من 2011 أنا أصلا كنت في كورال الكنيسة من وأنا صغيرة، فكنت برنم في الكورال، فكان نفسي قوي ان انا يعني العب اله موسيقيه. ففي 2011 بعد ما خلصت ثالثه اعدادي قررت ان انا اخد الستاب ان انا لازم اتعلم اله موسيقيه. في الاول كانت دماغي رايحه للفلوت اكتر، وبعدين يعني لقيت ان انا لا منجذبه للجيتار اكتر، فقررت ان انا اتعلم جيتار. حلو، ايه ده؟ فين بقيت تفاصيل؟ عايزين تفاصيل اكتر. اتعلمت جيتار في المكان الفلاني، كنت مختاره الفلوت وبعدين سبت الفلوت بابا عشان كان بيشجعني التفاصيل. لا، في الواقع في البيت كانوا رافضين الفكره تماما. لان بالنسبه لهم انا كنت دحيحه جدا في المذاكره وفي الدراسه، فكانوا خايفين ان الموضوع ياثر عليا في الدراسه وكده. بس انا يعني اثبتت ان انا قعدت اقنعهم ان انا لا لازم هتعلم. بس انت كونزرفاتوار، يعني ده تخصصك. لا، هو انا خريجة المعهد. لا، هو الكونسرفاتوار مش الاكاديميه، الكونسرفاتوار اللي هو فريلانسنج اللي هو في شارع فؤاد اللي هو في اسكندريه. فدي بتبقى كورسات جانبيه اصلا، مش الدراسه نفسها. انا الاول اتعلمت في الكنيسه، اخذت سنه، وبعدين حسيت ان مش ده اللي انا عايزه اتعلمه، لا انا عايزه ادرس الموضوع اكاديمي اكتر، لان هناك كنا بنتعلم كفرز كوردز كده، بتبقى حاجات بيزكس يعني. وانا كان بالنسبه لي كنت عايزه لا الموضوع يبقى اكاديمي اكتر، فقررت ان انا في السنه اللي بعديها ان انا اروح الكونسرفاتوار، وبدات هناك ان انا ادرس بشكل اكاديمي اكتر. دايما السؤال اللي بيبقى بعد كده، مين اكبر مشجع ليكي ومن اهلك ومين اكبر داعم ليكي؟ بس انت جاوبتي من شويه وقلتي هما اصلا ما كانوش متحمسين للدراسه. اسال ولا ما اسالش؟ هو في الاول كانوا مش متحمسين لده، لان كان بالنسبه لهم الموضوع غريب. يعني انا اول واحده في العيله قررت ان انا عايزه العب اله موسيقيه، فكان بالنسبه لهم الموضوع غريب في الاول، وكمان كانوا خايفين ان ده ياثر على دراستي، وكانوا خايفين ان هي تبقى فكره عابره وخلاص هتروح لحالها، يعني اللي هو زي المراهقين اللي هو يعني عايزين يعملوا اي حاجه وخلاص. ولكن حاليا هم لا بيشجعوني، لان هم خلاص شافوا ان انا اثبتت نفسي، وده بقى الكارير بتاعي اصلا. يعني بجانب ان انا جيتاريست، انا اصلا جيتار تيتشر، فانا ما بعملش حاجه في حياتي حاليا غير الميوزك. يعني فكره تمثيل مصر دي حاجه صعبه، يعني فيها مسؤوليه كبيره. ان يعني انت ده حقيقي. ده حصل ازاي معاكي؟ انا في 2021 ده كان اول مره يحصل اليوم العالمي للجيتار في العالم كله، فجالي ايميل من اليونسكو ان هم اختاروني ان انا امثل البلد بتاعتي في اليوم العالمي للجيتار. وبعدين في يوم في 2021 اللي هي كانت اول سنه، وقتها عملنا اونلاين كونسرت، فكان لان ده كانت السنه اللي هي بعد كورونا على طول، فعملنا اونلاين كونسرت فشاركت فيه. السنه اللي بعديها اللي هي 2022 كان الموضوع مختلف، ما كنتش مجرد ان انا مشاركه معاهم في اليوم العالمي للجيتار، انا كنت شريكه كمان معاهم، ان انا بعمل فعاليات في مصر، بعمل حفلات في مصر بسبورت من اليونسكو. يعني هم بيأيدوا اللي انا بعمله، او هم مشاركين في اللي انا بعمله، بيشرفوا على اللي انا بعمله. بس كانت الايفنتات في مصر وكانت باسمي اكتر، يعني عملت حفلات للطلبه وعملت حفله سولو. في 2023 السنه دي نيجيريا بعتت لي ايميل ان هم كانوا عايزيني ان انا اشارك في فعاليات اليوم العالمي للجيتار بتاعهم. يعني كل بلد بتعمل فعاليات في اليوم العالمي للجيتار، فهم كانوا عايزين ان انا اشارك في اليوم العالمي للجيتار معاهم. الفقره كلها عن الجيتار، وفي يوم عالمي للجيتار، ولغايه دلوقتي ما سمعناش ولا مره الجيتار. لا، يبقى نسمع جيتار. بتعزفي ايه؟ غربي؟ شرقي؟ بتعزفي ايه؟ انا بعزف كلاسيك اصلا، بس هعزف مقطوعه برازيليه، سوري، راشن. روسيه؟ يس. ديت يعني انا اول واحده عزفتها في مصر، لان اللي كتبها حد من اصدقائي في روسيا وبعتها لي عشان انشرها في مصر. حلوة. أي.
خطير. بتلعبي كلاسيك عموما ما يعني ما بتعمليش ميكسات ما بين الالوان المختلفه من عزف الجيتار؟ يعني عملت ميكس مؤخرا في حفله كانت للطلبه بتوعي في اوبرا دمنهوري، ان احنا عملنا ميدلي، كان اول مره يحصل في مصر ان انا دخلت حاجات غربي وحاجات كلاسيك، حاجات كلاسيك بحت زي باخ، ودخلت مقطوعه برازيليه كانت اول مره تتعزف في مصر، ودخلت عمر خورشيد، ودخلت فيروز، فكنت عامله ميكس بين كل الحاجات دي. طب ما تسمعينا ده عامل ازاي؟ الميكس ده مختلف عن اللي انت قدمتيه. بس مش مجهزاه حاليا، ولكن صح. يعني الميكس ده كانت فكرته ان انا كنت يعني هو اصلا يعني مدته كانت طويله، كانت 15 دقيقه، فكانت فكرته ان احنا يعني مش بننهي حاجه، يعني بندخل ما بين حاجه لحاجه تانية. ميكس ما بين الاغنيات نفسها، يعني بنبدا حاجه وبعدين بنكمل بندخل في حاجه تانية. ايوه. طيب ليليان، انا شايفاكي وانتي بتعزفي عماله بتبصي للنوته قدامك، انتي اصلا بتعزفي بتحبي تعزفي سماعي اكتر، ولا بتحبي تبقي ملتزمه بنوته وتقراي منها بقى وتعزفي؟ هو انا عندي هوس بقرايه النوته فظيع جدا، يعني انا بالنسبه لي بحب اقعد اكتشف النوتس، بقعد اجيب نوتس مختلفه واقعد اقراها، بعتمد على السايت ريدنج في النوتس اكتر، لان انا بحب ان انا اكتشف الستايلات بتاعت الكومبوزرز اكتر. طيب نسمع بقى ايه. اوكي، نوتة تانية، يلا غير لنا النوتة وحط لنا نوتة تانية على مزاجك. انا كنت عايزك تعملي لنا حاجة لصباح الخير يا مصر كده. كله كلاسيك. حتة كده احنا زي ادوارد كده ما بيعمل، يعني ما فيش الكلام ده خالص. نعمل، يا سلام. حضرتك هتغني؟ طيب. ارتجال بقى، نرتجل، يا سلام. يلا بينا. بس في مدارس مختلفة في قصة الجيتار، يعني الغربي تتفق معاه ان هو الاكثر شعبية للآلة دي، يعني الكانتري ميوزك مثلا في امريكا هو اكثر آلة استخدمت الجيتار على سبيل المثال، غير المدارس التانية ولا؟ هو يعني الجيتار اصلا كلاسيك، آلة كلاسيكية،
فيعني بيفضل العزف عليه المقطوعات الكلاسيك. وبعد كده شعبيتها انتشرت ازاي؟ يعني ايه شعبيتها انتشرت يعني ازاي؟ يعني الاكثر استخداما لهذه الآلة في العالم. في العالم ولا في مصر؟ لا في العالم. لا في العالم يعني شعبيتها اكتر في الكلاسيك. يعني يعني اغلب عازفي الجيتار في العالم بيعزفوا كلاسيك. يعني احنا في اليوم العالمي للجيتار لما شاركنا كلنا كنا كلنا بنلعب كلاسيك، بنلعب زي المقطوعه اللي انا عزفتها حاليا. ده الستايل اكتر، وده اللي بيبين التكنيكس بتاع العازف اكتر والنوليدج بتاعته. يعني الكوفر او الاغاني بيبقى سهل ان اي حد يلعب اغنيه، او سهل ان هو يمسك الجيتار يلعب كوردز وخلاص. دي مش بتبين النوليدج بتاعت العازف ولا بتبين التكنيكس بتاعته. على عكس الكلاسيك، لان الكلاسيك بيبقى مستويات فبيبين التكنيكس وبيبين اللي بيعزف ده هو واصل لفين اصلا. طيب مشاركتك في نيجيريا لما كنت بتمثلي مصر، شاركتي بمزيكا عالميه زي اللي بتعزفيها، ولا اخترتي حاجه بقى مصريه حد يكون مصري هو اللي كاتبها وابتديتي تعزفي بايدي مصريه؟ لا عزفت بحاجه عالميه. ما فكرتيش انك تعملي وقتها حاجه مصريه ولا حتى حاجه نيجيريه ما دام هو اليوم العالمي او يوم نيجيريا للجيتار؟ هما في الواقع طلبوا مني ان احنا كلنا كنوا عايزين نعمل نفس الستايل، فكنا كلنا بنلعب كلاسيك. كلمينا طيب عن تدريبك للاطفال الصغيرين، بتعلميهم ازاي؟ الكورسات بتاعتك بتعتمد على ايه؟ فقد ايه ممكن يتقن الطفل، وفي افضل سن ليه كام سنه؟ هو انا ببدا من سن 5 سنين. في 5 سنين طبعا مش بيحصل بروجرس قوي في الاول، ولكن بعد كده بيحصل بروجرس عظيم جدا، لان هو بالنسبه له في الاول يعني الموضوع بيبقى 5 سنين الالم مش بتبقى كبيره على جسم الطفل؟ لا هو في منه احجام. في يعني في ربع وفي نص وفي 3/4 وده كده جيتار كامل. تمام. ففي احجام بتبقى على حسب يعني جسم الطفل اصلا. ولكن في 5 سنين بيبقى عنده قابليه ان هو يستقبل، يعني مش بيطلع صوت كويس قوي على الجيتار، ولكن بيستقبل الميوزك بشكل كويس جدا. فقدام يعني مثلا اول ما بيوصل 6 سنين بيحصل يعني طفره في البروجرس بتاعه فظيعه جدا. بعلمهم برضو بالنوته، بعلمهم بشكل اكاديمي، بعلمهم منهج تبع كليه في انجلترا ولندن، رويال سكول وترينتي. دول انا اوريدي دول المناهج اللي انا بتعلمها وتعلمتها، فبمشي معاهم بالستاب دي. معتمده ان انا في شغلي ان انا مش يعني مش بحب ان الطالب خاصة ان هو بيروح حصه الجيتار ويرجع. بعمل كل 3 شهور اتليست يعني بعمل لهم كونسرت، بحيث ان هم يبداوا ان هم يشاركوا وياخدوا البوش، يندمجوا يعملوا هارموني مع بعض بالظبط، وياخدوا البوش ان هم يقدروا ان هم يعزفوا قدام الناس. يعني ممكن يروحوا الحصه ويرجعوا وما عندهمش الكابلاي ان هم يعزفوا اصلا قدام الناس. فببتدي يعني ده من ضمن خطه التدريس بتاعتي ان انا اعمل حفلات معاهم كتير. ده بيعلمهم ان هم يعزفوا يعني يعزفوا اكتر، وده بيحمسهم اكتر للتمرين ان هم بيشوفوا نتيجه للبروجرس بتاعهم. السن بالنسبه لي بعلم من 5 سنين ممكن لحاجه و50 سنه اتس اوكي okay يعني. اكيد. طيب المقطوعه اللي هنختم بيها اخترت لنا ايه؟ برضو كلاسيك مفيش غربي خالص. مفيش حاجه صباح الخير يا مصر؟ طيب زي ما برضو انت هنعمل صباح الخير يا مصر. حاجه تعزف خصيصا يعني زي ايه؟ طيب ده ابتكارك يعني. هتعمل لنا النهارده كلاسيك؟ هعمل لك كلاسيك، بس لو عايز حاجه تانية اعمل لك حاجه تانية. لا لا اللي انت شايفاه. Thank you.
واحدة من بنات مصر المبدعات قدرت ان هي تمثل مصر 3 مرات متتالية في اليوم العالمي للجيتار. بنشكرها، شكرا لك يا ليان. مبسوطة ان انا كنت معاك وحقيقي شكرا جدا. ليان ميخائيل كنا سعداء بوجودك معنا النهارده، اهلا وسهلا. ده شرف ليا، ميرسي. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقتنا.